بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم معايا طلبة الصف الرابع الابتدائي في تاني درس من منهجنا السنة دي، واللي بيتكلم عن حالات المادة وتحولاتها. بص معايا في العنوان، العنوان بيقول حالات المادة وتحولاتها. هنلاقي فيه كلمة احنا سمعنا عنها في الدرس اللي فات، هي مين يا سنة رابعة؟ هنلاقي هي المادة. تعالى مع بعض نراجع على تعريف المادة. عرفنا من الدرس اللي فات ان المادة هي كل ما يشغل حيز من الفراغ وله كتلة، او كل ما له كتلة وحجم. وعرفنا من الدرس اللي فات ان المادة تتميز بان لها شكل وحجم وكتلة. النهاردة هاخد حالات المادة. يعني ايه حالات المادة يا سنة رابعة؟ يعني صور المادة المادة موجودة في شكل ايه وشكل ايه وشكل ايه. من خلال موجودة قدامنا دي انا ممكن اطلع حالات المادة. اول رسمة قدامي مكتوب تحتها ابريق به ماء براد وحطناها على النار، المية هتبتدي تغلي وهيطلع منها ايه؟ هيطلع منها بخار. عاوز اعرف البخار ده مادة صح ولا غلط؟ طبعا صح. طب عايز اشوف المادة ديت موجودة في صورة ايه؟ بعد كده عندي كوباية مية، عايز اعرف الكوباية الكوباية مادة نوعها ايه؟ والمية حالة ايه؟ بالون هواء، عايز اعرف الهواء ده حالة ايه؟ وعايز اعرف الزيت حالة ايه؟ والقلم ايه؟ والمسطرة ايه؟ انا عندي المادة موجودة في ثلاث حالات، موجودة في صورة صلبة وسائلة وغازية. يبقى حالات المادة كم حالة؟ صلبة سائلة غازية. كمان مرة، حالات المادة صلبة سائلة غازية. يعني ايه صلبة ويعني ايه غازية ويعني ايه سائلة؟ انا هعرفك الاول يعني ايه صلبة ويعني ايه سائلة ويعني ايه غازية، وان احنا اللي هنطلع الرسمة ونقول دي حالة ايه. مادة صلبة يعني حاجة جامدة اقدر امسكها في ايدي. حاجة سائلة يعني ممكن تقع مني، تنكب تقع على الارض فمش هقدر امسكها، بتنسكب على الارض. حالة غازية زي الهواء اللي موجود حواليا. تعال نشوف كده حاجة حاجة. اول حاجة عندي بخار المية، بخار المية اللي موجود قدامك ده حاجة اقدر امسكها في ايدي؟ لا طبعا. بتقع مني على الارض؟ لا، موجودة في صورة ايه؟ يبقى موجودة في صورة غازية. يبقى عندي بخار الماء اول حالة من حالات المادة وهي الصورة الغازية. تاني حاجة بيقول لي كوب ماء. تعال نشوف الكوباية نفسها الاول، الكوباية بتمسكها في ايديك جامدة ولا مش جامدة؟ جامدة. فبقول على الكوباية موجودة في حالة صلبة. طب المية نفسها تقدر تمسكها؟ لا، لو قلبت الكوباية بتقع منك على الارض ما بتعرفش تمسكها، فبقول على المية حالة سائلة. يبقى دلوقتي عندي البخار اللي طالع حالة غازية، المية نفسها حالة سائلة، الكوباية حالة صلبة، بالون الهواء يعني بقول الهواء اللي موجود جوه ده حالة ايه؟ طبعا حالة غازية. الزيت سائلة، القلم صلبة، المسطرة صلبة. يبقى عندي حالات المادة ثلاث حالات، الصلبة والسائلة والغازية. صلبة سائلة غازية، المادة كم حالة؟ ثلاثة، الصلبة والسائلة والغازية. عرفنا المادة الصلبة زي الإزاز، زي القلم، زي المسطرة، زي الخشب، زي البلاستيك، زي التلج، كل دي مواد صلبة. سائلة زي المية، زي العصير، زي الزيت، زي البنزين، كل دي مواد ايه؟ مواد سائلة، واللبن كمان. طب المادة الغازية قلنا زي بخار المية اللي طالع وزي بالون الهواء. انا عندي حالة صلبة وحالة سائلة وحالة غازية، الثلاث حالات دولت انا عاوزة افرق ما بينهم. هفرق ما بينهم يا سنة رابعة من خلال حاجتين، شكلهم وحجمهم. هفرق ما بين المادة الصلبة والسائلة والغازية عن طريق الحجم والشكل. تعال الحالة الصلبة، عاوز اشوف شكلها وعاوز اشوف حجمها. اللي قدامك ده ايه؟ اللي قدامك ده مخبار مدرج. فاكرين كنت بقيس به ايه؟ كنت بقيس به الحجم. برافو عليك. قدامي مخبارين، في كل الاول المخبار الاول جبت مكعب حطيته بره وشفت شكله وطلعت حجمه، وبعدين هجيب المكعب واحطه جوه المخبار. طب المكعب ده مادة ايه؟ المكعب مادة صلبة. يا ترى شكله هيتغير؟ لا، شكله مش هيتغير. يا ترى حجمه هيتغير، هيكبر او هيصغر؟ لا طبعا، حجمه هيتنيه ثابت. طب تعالى اللي بعد، مكعب تاني محطوط بره المخبار، شايفين شكله؟ شايفين حجمه؟ هبتدي احطه جوه المخبار، شكله هيتغير في المخبار يا سنة رابعة؟ حجمه هيتغير، هيكبر او هيصغر؟
لا طبعا، فعشان كده بستنتج ان المادة الصلبة شكلها محدد وحجمها ثابت، شكل ثابت وحجم ثابت. يبقى انا اعرف نفسي انا المادة الصلبة مالي يا سنة رابعة، شكلي ثابت وحجمي ثابت، ثابت اللي هي محدد. كمان مرة، انا المادة الصلبة مالي شكلي ثابت وحجمي ثابت، زي مين؟ زي التلج، زي الخشب، زي البلاستيك، زي الحديد، زي النحاس، كل دولت مواد ايه؟ مواد صلبة. طب يا ترى الخشب مادة صلبة؟ نفكر كده، ايوه مادة صلبة. طب ليه مادة صلبة؟ عشان شكله ثابت وحجمه ثابت. يبقى اول حاجة المادة الصلبة، انا المادة الصلبة شكلي ثابت وحجمي ثابت، زي الخشب، بلاستيك، زجاج، تلج، نحاس، ألمونيوم. خشب مادة صلبة، أيوة. الزجاج مادة صلبة، أيوة. التلج مادة صلبة، أيوة. ليه مادة صلبة؟ عشان شكلها ثابت وحجمها ثابت. تاني حالة من حالات المادة زي ما احنا عارفين هي المادة مين؟ المادة السائلة. برضو عايزة اشوف شكلها وعايزة هجيب شوية مية. المية دي حجمها قد ايه؟ حجمها 100 سنتيمتر مكعب. هجيب مية قد ايه؟ 100 سنتيمتر مكعب. وهجيب مخبار وهجيب كاس وهجيب دورق، وهحط الاول المية في المخبار. المية حجمها 100 سنتيمتر مكعب، اما احطها في المخبار حجمها هيتغير؟ لا مش هيتغير. طب حطيتها في الكاس اللي بعده، المية سنتيمتر مكعب هيتغيروا؟ لا هيتنيهم زي ما هم. هحطهم في الدورق اللي بعده، الحجم بتاعهم هيتغير؟ لا الحجم مش هيتغير. هلاقي في الثلاث حالات هلاقي ان المية حجمها 100 سنتيمتر مكعب. طب تعالى نشوف شكل المية. شايفين شكل المية في المخبار؟ ملت المخبار عشان بتاخد شكله. شايفين شكل الكاس اللي بعده؟ اخدت شكله. شايفين شكل الدورة؟ اخدت شكل الدورة. يبقى معنى كده المية شكلها بيتغير ولا ما بيتغيرش؟ بيتغير. طب المية دي حالة ايه؟ المية حالة سائلة. حجمها ماله؟ حجمها ثابت. شكلها ماله؟ شكلها بيتغير. يبقى انا المادة السائلة حجمي ثابت وشكلي يتغير بتغير الإناء. كمان مرة، أنا المادة السائلة حجمي ثابت وشكلي يتغير بتغير الإناء. الإناء اللي أنا بحط فيه سواء كان مخبار سواء كان كاس سواء كان دورة، الشكل أو حوض، الشكل بيتغير فيه، المية بتاخد شكله. زي الجيلي، أما بحطه في الأول وهو سائل بياخد شكل الحاجة اللي هو محطوط فيها. يبقى أنا دلوقتي عرفت ان المادة ثلاث حالات، صلبة وسائلة وغازية. المادة الصلبة شكلها ثابت وحجمها ثابت. المادة السائلة حجمها ثابت وشكلها بيتغير بتغير الإناء. ويجي يقول لي المادة السائلة زي مين يا سنة رابعة؟ المادة السائلة زي ما احنا عارفين زي الزيت، زي العصير، زي اللبن، زي المية، زي البنزين، كل دي مواد سائلة. طب الماء مادة سائلة؟ أيوة مادة سائلة. يجي يقول لي ليه الماء مادة سائلة؟ أقوله لأن حجمه ثابت وشكله يتغير بتغير الإناء. يبقى الخشب صلب عشان شكله ثابت وحجمه ثابت، مادة صلبة. المادة السائلة زي المين؟ زي العصير. ليه سائل؟ أقوله عشان حجمه ثابت وشكله يتغير بتغير الإناء. تالت حالة من هي مين؟ هي المادة الغازية. زي ما احنا شايفين هنجيب بالونة، والبالونة هننفخها، هيدخل فيها ايه يا سنة رابعة؟ هيدخل فيها هواء. طب الهواء ده حالة ايه؟ الهواء حالة غازية. طيب الحالة الغازية تعال نشوف شكلها هيحصل له ايه وحجمها هيحصل له ايه. البالونة اللي مربوطة قدامي ديت وفيها هواء، هاجي هتك عليها بايدي، هضغط عليها، هلاقي حجمها ايه؟ البالونة دي حجمي دي؟ لا طبعا حجمها اتغير. طب شكلي دي هو الشكل ده؟ لا الشكل اتغير. يبقى معنى كده ان المادة الغازية شكلها وحجمها الاتنين بيحصل لهم ايه؟ شكلها بيتغير وحجمها بيتغير. يبقى انا المادة الغازية شكلي يتغير وحجمي يتغير. كمان مرة، شكلي بيتغير وحجمي
بيتغير، الاتنين بيتغيروا يبقى أنا بقيت مادة غازية، الاتنين ثابتين يبقى أنا بقيت مادة صلبة، واحدة بتتغير وواحدة ثابتة يبقى أنا بقيت مادة إيه؟ مادة سائلة. طب احنا عارفين ان المادة الغازية زي الهواء وزي بخار المية، دول مواد ايه يا ولاد؟ مواد غازية. طب ليه مواد غازية؟ لان شكلها يتغير وحجمها يتغير، طالما الشكل والحجم بيتغيروا هتبقى مادة غازية. يبقى انا دلوقتي خدت حالات المادة، حالة صلبة، سائلة، غازية. الصلبة شكلي ثابت وحجمي ثابت، غازية حجمي ثابت وشكلي يتغير بتغير الإناء، غازية شكلي يتغير وحجمي يتغير، صلبة زي الخشب والبلاستيك والتلج، سائلة الماء والعصير والزيت، غازية زي بخار الماء والهواء. طيب يا ترى المادة الصلبة والمادة السائلة والمادة الغازية، أنا ممكن يكون عندي مادة صلبة أحولها لمادة سائلة، او مادة سائلة احولها لمادة صلبة؟ يعني اقدر احول المادة من حالة الى اخرى يا سنة رابعة؟ ايوة طبعا، انا اقدر احول المادة من صورة الى اخرى. ازاي حاجة؟ انا ممكن احول المادة من صورة الى اخرى عن طريق عملية اسمها عملية الانصهار. تعال نشوف يعني ايه انصهار. لو احنا طلعنا ازازة التلج من الفريزر وسبناها شوية، ايه اللي بيحصل لها يا سنة رابعة؟ بتسيح. بس عشان انا كبرت وبقيت في سنة رابعة مش هقول بتسيح، هقول عليها انها بتنصهر. يبقى ازازة التلج ما بطلعها من الفريزر بتنصهر. طب تعال نشوف التلج ده حالة ايه؟ التلج حالة صلبة، حصل له عملية انصهار بقى مية. المية حالة ايه؟ المية حالة سائلة. يبقى الانصهار تحول المادة من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة. كمان مرة، من اللي انصهر التلج، التلج ده حالة ايه؟ التلج ده حالة صلبة، اتحول لمية، حصل له انصهار فتحول لمية، المية دي حالة ايه؟ المية حالة سائلة. يبقى الانصهار تحول المادة من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة. طب اما طلحت التلج من الفريزر، الفريزر درجة حرارته منخفضة، انما برة درجة الحرارة منخفضة باردة زي الفريزر؟ لا طبعا، درجة الحرارة ارتفعت، فبقول بارتفاع درجة الحرارة. يبقى الانصهار تحول المادة من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة بايه؟ بارتفاع درجة الحرارة. يعني اكني سخنت التلج، هسخنه فهيبقى ايه؟ هيبقى مية. يبقى اقدر احول دلوقتي المادة من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة عن طريق عملية اسمها عملية الايه؟ عملية الانصهار. هناخد ان شاء الله بقية العمليات الحصة الجاية ان شاء الله. اتمنى ان الدرس يعجبكم، ونتقابل على خير ان شاء الله في الدرس القادم بإذن الله.